أعلن السعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان فتح أولى مناقصات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الرملية للإسكانية، والتي تتضمن بناء 1246 وحدة سكنية وبتمويل من برنامج التنمية الخليجية. وقال وزير الإسكان إن فتح مناقصة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع الرملي تعد أولى المراحل الرسمية للشروع في تنفيذ المشروع الاستراتيجي والهام، والذي يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة في برنامج عمل الحكومة لبناء 25,000 وحدة سكنية، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية. وأشار إلى مشاركة 12 مقاولا للبناء من البحرين والسعودية في المناقصة بعد استيفائهم لكافة الشروط والمعايير اللازمة للتقدم بالعطاءات إلى مجلس المناقصات، ونوه إلى أنه فور إتمام إجراءات ترسية المناقصة سيشرع في تجهيز الموقع وتوفير المعدات اللازمة للشروع مباشرة في أعمال البناء، على أن تتسم وتيرة العمل في تنفيذ المرحلة بالسرعة المطلوبة والتي تهدف إليها وزارة الإسكان في مختلف مشاريعها.